طيب خلينا نروح بقى لزميلنا وموفد قناه النادي الاهلي امير هشام المتالق الحقيقه خلال الاربع خمس ايام اللي فاتوا، وعامل نساله عن الوضع الان في ارض المونديال وايه اللي بيحصل والدنيا ماشيه ازاي. امير ازيك يا حبيبي؟ يا كابتن اسلام اهلا بيك، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني الكل ينتظر امير هشام على احر من الجمر، عايزينك تطمنا على البعثه وتطمنا على كل ما حدث في تمرين اليوم. طيب يعني اهم وابرز خبر، وهو خبر في الحقيقه سعيد جدا لكل جماهير النادي الاهلي وللجهاز الفني في الحقيقه، وهو مشاركه بدر بنون نجم دفاع النادي الاهلي في التدريبات النهارده بشكل طبيعي، واصبح جاهز بنسبه 100% لخوض مباراه الغد بعد مجهود كبير جدا من الجهاز الطبي في الحقيقه على مدار ال 24 ساعه اللي فاتوا، من خلال يعني بعض الامور الطبيه اللي من خلالها تم تجهيز اللاعب النهارده في الحقيقه. خليني اقول لك كل الكواليس اللي بتتعلق بعودة بدر بنون للمشاركة في التدريبات. بدر طبعا من امبارح لحد النهاردة كان في متابعة يعني بشكل مستمر، لدرجة ان امبارح كان عنده جلسة لغاية الساعة 2 بالليل، جلسة طبية على موضع الإصابة مع دكتور احمد ابو عبله اللي بيعمل مجهود في الحقيقة كبير جدا مع اللاعب. كمان النهاردة كان عنده جلسة اخرى وكان في متابعة بشكل مستمر لحالته، الحمد لله رجله ما ورمتش خالص الكاحل تحديدا، وده كان امر مبشر. فلما جيت النهارده للتدريب فكان في بعض الاختبارات الطبيه لبدر بنون كزياده في الاطمئنان، فعلا بدر بنون اجتاز كل هذه الاختبارات الطبيه واصبح يعني لائق بنسبه 100% للمشاركه في مباراه الغد. الاختبارات الطبيه كانت كتير في الحقيقه عشان الناس تطمن اكتر، تشوف يعني فنتات مثلا كابتن اسلام يقدر يعملها بشكل طبيعي ولا لا، في الام ولا لا. طبعا اللاعب انا كنت متابعه وكنت مركز معاه في الحقيقه على مدار اول كام دقيقه في التدريب، بشوف رياكشناته وبشوف جريته اخبارها ايه. جريته الحمد لله سليمه جدا، حتى الاطباء كانوا بيسالوه، كابتن سعيد عبد الحفيظ وبيتسو مسماني بنفسه كمان بيسالوه ايه الاخبار، كان بيشاور لهم دايما الحمد لله زي الفل، مفيش اي الام مفيش اي مشكله خالص. فده كان امر في الحقيقه سعيد جدا. اذا بدر بنون ان شاء الله متاح للعب مباراه غدا ان شاء الله، يلعب او ما يلعبش طبعا دي مش بتاعتنا باذن الله بنسبه 100%. دي حاجه بتاعت مستر بيتسو موسيماني، طبعا هو المدير الفني هو الادرى بكل شيء، لكن طبيا اللاعب جاهز 100% للمشاركه في المباراه بشكل اساسي كمان. حتى الرساله اللي انتوا بعتينها لنا امير الحقيقه كان فيها منذ قليل طبعا بدر بنون وهو في الملعب، بس انت طبعا بتقول اللي انت شايفه بعينيك كمان، يعني وانت بتتكلم كانت الرساله موجوده على ان بدر بنون بيتمرن وواقف هو واليو ديانج ومعظم اللاعبين وبيلعبوا يعني بيلعب برجله والامور جيده جدا الحمد لله. يعني الحمد لله انا بحب دايما يعني احكي الكواليس الحاجات اللي الناس ما تبقاش شايفاها شويه. هي دلوقتي خلاص احنا نقلها لكم طبعا من خلال كاميرا قناه الاهلي هنا وكل اللقطات موجوده عندكم، فده امر جيد جدا والحمد لله ده بالنسبه لبدر بنون. خلينا نطمن بقى الجمهور على بقيه لاعبي النادي الاهلي. كان عندي لقطه مهمه جدا عايز اسالك عليها، كابتن خطيب كان واقف مع الشناوي ومع مجدي قفشه ومع عمرو السولية ومع أيمن أشرف، أعتقد الأربع لاعبين دول كانوا واقفين في وقفة كده مع الكابتن خطيب، يعني ممكن تقول لنا إيه اللي حصل أو الدنيا مشيت إزاي في الموضوع ده أو إيه الكلام اللي ممكن طبعا لو استشفيته أو عرفته أو سمعت بيه إيه اللي حصل في الملعب طبعا كل ده؟ الكلام اكيد دايما ما بينهم ودول كباتن بالنسبه للفرقه انت عارف يا كابتن اسلام طبعا. فاكيد كلام كله تحفيزي من الكابتن محمود الخطيب، وكلام بيتعلق بمدى اهميه هذه المباراه ومدى اهميه البطوله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي كمباراه طبعا اوليه في هذه البطوله، كخطوه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي في الاستمرار في هذه البطوله الهامه واللي جمهور النادي الاهلي كان مفتقد المشاركه فيها على مدار 6 سنوات سابقه. دور كابتن محمود الخطيب في الحقيقه مميز جدا وهام للغايه، لما يكون اسطوره بحجم الكابتن محمود الخطيب بخلاف كمان انه رئيس النادي الاهلي وهو رئيس بعثه الفريق هنا في المونديال بيكون بيأزر اللاعبين بهذا الشكل وواضح على وشه علامات التركيز الكبيره في الحقيقه جدا جدا جدا، كل ده بيتنقل للاعبين بيتابع كل كبير
وصغيره لحظه بلحظه بتخص البعثه بشكل كامل وبتخص الجهاز الفني واللاعبين، فده امر مميز وعامل ايجابي غايه في التميز في الحقيقه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. انت عايز تطمنا بقى على ايه؟ انت قول لي. اطمنك بقى على اطمنك بقى على الفرقه بالكامل، بخلاف بدر بنون الحمد لله خلاص بقى جاهز، الفرقه كلها بصراحه في حاله بدنيه وذهنيه ونفسيه جيده جدا جدا. النهارده قبل انطلاق المران مباشره كان في يعني قرايه للفتحه بالنسبه لكل اعضاء الجهاز الفني واللاعبين بشكل كامل، ومستر بيتسو موسيماني وجه كلمات محدده قال لهم يا جماعه احنا جايين هنا نلعب ثلاث ماتشات، عايزين نلعب ثلاث ماتشات، معنى ان احنا هنلعب ثلاث ماتشات يبقى احنا باذن الله هنجيب ميداليه كويسه. هو ده هدفنا وهو ده اللي احنا عايزين نركز عليه. ده بعد مجرد ما قروا الفاتحه وخلاص بيبعدوا كده عشان يبتدوا يشاركوا في التدريبات، كانت كلمات محدده انا كنت سامعها بنفسي من مستر بيتسو موسيماني في الحقيقه، ويعني كلام مهم جدا وكلام ايضا تحفيزي بنسبه كبيره طبعا من موسيماني للاعبين، اللي هو خلاص احنا جايين هنا عندنا اهداف عايزين نحققها البدايه من بكره باذن الله تعالى. بكره الاهلي يلعب الدحيل ان شاء الله، ان شاء الله رغم صعوبه هذه المباراه لكن عندنا ثقه كبيره جدا في لاعبتنا وفي الجهاز الفني ان هم يفرحونا ويفرحوا جمهور النادي الاهلي من خلال تخطي اول عقبات مونديال الانديه. الكل جاهز، الامور جيده يا كابتن اسلام، لحد هذه اللحظه المران لسه شغال في ملعب التدريب. خليني كمان اقول لك ان النهارده كانت كاميرا الفيفا او تلفزيون الفيفا هي اللي بتغطي مران الفريق اول ربع ساعه تحديدا، روتا اللي هو طبعا رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم حضر النهاردة مران النادي الاهلي، ودي حاجه ما بتحصلش كتير، يعني الراجل ده قيمه كبيره جدا في الاتحاد الدولي في الحقيقه طبعا. كان حريص ان هو يكون متواجد في تدريبات النادي الاهلي، فده ايضا امر من ضمن الامور اللي حدثت في او على هامش مران الاهلي النهارده. يا رب يا رب باذن الله الفريق كله يكون موفق بس في مباراه بكره في ظل حضور جماهير النادي الاهلي، اللاعبين مفتقدين قوي الجمهور بالمناسبه، ودي رساله لكل واحد هيحضر المباراه سمعنا دلوقتي، يعني بقول له ان الجمهور باذن الله او اللاعبين مستنيينكم في هذه المباراه بفارغ الصبر، وان شاء الله مؤازرتهم تكون قويه باذن الله يا كابتن اسلام. انا هطلب منك طلب امير ان انت لما الفرقه تخلص وترجع للاوتيل لو تقدر برضو تطلع معانا، انا عارف ان هو تعب عليك ولكن لو تقدر تطلع معانا برضو تطمن الجمهور ان كل حاجه تمام وان شاء الله تبقى كل حاجه تمام والفرقه وصلت لمقر الاقامه، لو تقدر تعمل معانا كده يبقى كويس جدا لان انا عارف بتبقى الظروف صعبه شويه. أمير خلص؟ طيب معلش، يبقى نحاول مرة أخرى الحقيقة إن احنا نجيب أمير هشام، مش دلوقتي بقى، بعد المباراة أو بعد، يا ريت بعد المباراة إن شاء الله، وتبقى إن شاء الله إن شاء الله تبقى فرحة لكل جمهور النادي الأهلي. أنا بتكلم على إن النهاردة إن شاء الله نحاول عشان نطمن منه حتى لو على التليفون. الحقيقة كلام مهم وكلام اطمننا خلاص على فريق النادي الأهلي.